بقى في حرب في روح البلد صح مو مضمون يعني مو مضمون اذا تلقى عقد عمل مناسب كلش يعني بس انت تعرف حد عمل ك لاجئ رجوع هون نار هون نار انا مو بد ما بدي زحمة هون بس انا ما كنت اعرف اني كعراقيين كاصحاب عندي عراقيين يعني بس ادري العراق كان مارد دائما ظروف حرب وكذا فباقين يعني بالمانيا بفنلندا بالسويد يعني دول ايه يعني هذا اهل سويسرا كذلك ايضا شو بس بلجيكا في اصدقاء يعني عراقيين اعرف سوريين كذلك بس يعني الظروف السياسيه والحروب وكذا اللي مرت بالعراق الاخير يعني او دائما يعني ف في واحد جزائري شفت امبارح ما شفت الجروب اخر مره كنت لكن هو والله كان في السجن ما بسجن بس هو في سجن معي محبوك هنا ما عندك اوراق السجن هذا بتاع الجليب وما ادري عملوا هون هناك قالوا له هناك ايوه باك forget my phone 10 شهور see you next time again قلت له كيف خرجت اللي انا عملت احملت لهم رجوع هو بسرعه عمل هو مين عاوز رجوع في بولونيا بولونيا فيها هذا العنصريه كل هذا وحياه كويسة شوي بس مو كويسة زي في السويد إيه بس هي مشكلة شوي يعني مثلاً هنا إذا فيك تشتغل يعني فيك تلاقي فرص أكثر لأنه هناك زخم كلش عرب فيه يعني بنات السويد والألمانية ما يفل مرة يعني بعد ألمانيا شو عرب يعني يعني كلها مليان 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 عرب فيه هنا أنا صار لي سنة ونص يعني هذا هي ما في شيء يعني يعني العنصرية ما تلمسها مباشرة يعني مو يعني ممكن تصير مواقف تصير شغلات بس يعني على مدى سنة ونص ما لمست شيء مباشر يعني الناس أحيانا يعني تنظر عليك ما أعرف شيء بس ما في أحد يسمع كلمة أو شيء أجريسيف لا ما شيء يعني عمم أوكي مستقرة هي في مثلا أصدقاء في شخص كان مرة تقييم مصري حكى إنه رايح لغير مناطق بولونيا بس فروتسواف قال يعني أكثر يعني أقل عصر هي صراحة بس بقول لك يا دي فيسبوك فيسبوك يوم السبت الجاي إذا ما عندك شيء في عندي عمل حفل ففيك تجي يعني فهيك كنت عم اشتغل على مشروع يعني هذا الديكوراتور اللي يعني المشروع كنت دونات اخذها ثاني كوستر خليك ف يعني انا المشروع يعني هيك بحب امزج ثقافات فهذا العرض راح يكون بمزج يعني راح يكون يقدم عربي اسباني في مغنية مكسيكية راح نشتغل معها في شخص راح يقدم بلعب الجيتار هذا راح نشتغل راح يقدم عمل حجازي يعني بس راح نشتغل يعني حكينا على المقام وعجب المقام يعني سلم حجاز فاشتغلنا مشروع على بروجيكت حاكي أصدقائي مسجلين فيديوهات من العراق يعزفوا موسيقى بولندية فهيك يعني مزج ثقافي رقم الفيسبوك رقم انت رقم بولونيا ده Мои самоходы и не интересуют.
Ганзе там пили пустые, то Бога, то есть само хотя бы, то само хотя бы, Таню, то есть само хоть не Таню. 10 литров на 100 стовбів. Так, Facebook, а не мафіонка. По паспорту 16 чи 14. А так можна там їздити, щоб по 10 чоловіків. По місту то пенсіонер. Як газу. Нейтральний. Через участки м'яса. Який буде фан. Ну, інтересно, що ми десь Ти не стоїш, так? مصدر رئيس في كانت كثير شغلات فيه تمام انا اي والله بالله انه عندي في شويه زمان انا اصلا اليوم ما جايك خبرني دونات قال في شخص عربي جاي كان هنا وقدم يعزف فيك جيم سيشن او تسمع او كذا قلت له والله مشغول بس راح اجي احاول استرق الوقت يجي لا بالعكس استمتعت شوي نسمع عربي من زمان ما اسمع عربي ما عدا نفسي يعني بس انا اقرا شعر يعني يمكن مره واحده لا والله ما في بس اسمع عربي شفت واحد عراقي امبارح والله بعرف واحد عراقي عراقي انا والله بلتقي بس يعني ما يعني التقيت مره شخص بس كان جاي دراسه وما صارت يعني ما التقينا بمناسبه مره ثانيه يعني هيك صار لقاء سريع التقيت بشخص يعني في موجود هنا يعني بس قليل يعني عراقيين من المغرب من مصر في مصر كثير اذا خلي استوب بس نوح Hello. You play the flute or not yet? Okay, Donat, so... Are you going? I'm going. Oh, hey, bye-bye. Thank you. Take care. Yeah, it was nice. I think the first time I listened here already here, so that's okay. Okay. Okay, so see you tomorrow maybe, yeah? Marching call me. Tomorrow, yes, for the rehearsal. Yeah, he called me tomorrow. So tomorrow, at which time you are going to... I don't know. They call me. I'm working tomorrow, so let's be on the phone. So, Mujegovicha. Mujegovicha? Mujegovicha. Okay. Bye-bye. Have a nice night, buddy. Bye-bye. How do you like Holland? I like Holland.
Like the nature and like stuff. Just in the city. Clear Plymouth. Yeah, that's right. To całkiem. Nie, tak. O, właśnie. Słuchaj, oni zrobili z tym, z Karolem taki fajny mechanizm, że on nawet jest dziwem, widziałeś to? Nie. Tylko zasadę miłem. Aha. Jeszcze 2 lata. Tak? Aha. He was working with... Aha, co ja mówię po angielsku, może. On pracował, z Karolem na A ja mam przerwę. 4 lata, bo zarządziłem. No musisz śmiać, bo to nie musisz tak męczyć się. Ale zmęczył się strasznie z Karol z Borki. Wczoraj chcieliśmy się z nim skojarzyć. No właśnie. Skojarzyć, ale... A zadzwoniłeś w końcu? Nie, bo chyba. Tak? Nie odbieram. W ogóle nie odbieram, czy miał włączone? Nie wiem, bo nie co nie. Aha. Ja jeszcze tutaj mówię ten, zaranżował jakiś. Zadzwonił. O, wiesz, że tylko żyjemy. Był na Sylwestra tutaj, Karol. Tak? Co? Jaki? Odwiózł mnie na rowerze potem do domu. Tak? No. Do bagażniku? Do bagażniku. Do rowerze. Do bagażniku. Do bagażniku. Na
7 km. Dobre, dobre. Tylko, że potem coś się stało z drogą, nie mogę chodzić. To są te czasy, nie? Ja jechałem na przykład na Sylwestra pociągiem. A mówisz coś po pociąg pełen 20 lat. Otwierane wszystko, ci rozdeklinowani, wiesz, nie rozumiem, wszystko. I know some words. Kurczę. Drums, I don't play guitar. I normally in my band, I play only piano. I don't sing. I don't play guitar. Mm-hmm. This is just a hobby. Like it's just I try. But drums, that's because I used to play drums before when I was. Do you have your own song? Yes, I produced. A song that was famous in Morocco, but not here. Yeah? Is there like a sound system here where you can use it? Yeah, of course, yeah. Oh yeah, we can play from here. You can.